السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع جميل جدا قدرت أعمل منه فيديوهات بسهولة. هو مشكلته إن هو بفلوس طبعا زي أي حاجة قوية، لكن هنشوف إن هو عنده أفكار حلوة جدا. يعني مثلا تكست تو فيديو، تبدأ تكتب له تكست يبدأ يعمل لك الفيديو، أو تدي له تكست هو يبدأ يعمل لك السكريبت، أو بلوك تو فيديو أو بلوك تو أنيميشن. هنشوف حاجات حلوة جميلة جدا فيه. ممكن تدي له تويتر يبدأ يعملها لك فيديو، ممكن تدي له باوربوينت يعملها لك فيديو، ممكن تديله موقع على النت، او مثلا تديله موقع دوت. يعني كل اللي انت تعمله انت تيجي هنا تنسخ وتيجي هنا وتقول له بيست وتقول له بروسيد فيبدا يعمل لك الفيديو. طيب في فيديو انا عملته هنا، هعمل لك واحد زيه دلوقتي بكل سهوله. طيب نبدا نقول له ايه، هنقول له كرييت. الموقع اسمه steve.ai. طيب في الاول انا محتاج ان انا اديله سكريبت. طب ان انا اقعد اكتب سكريبت ومش سكريبت والحاجات دي كلها هتاخد وقت، احنا عايزين ننجز. فننجز ازاي؟ هنروح لنموذج لغوي، نموذج لغوي زي جوجل بارد او شات جي بي تي او اي حاجة من الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها. تمام، ممكن اجي هنا واقول له يعني اكتب لي بالانجليزية حوار بين شاب مصري، تمام، يدعو صديقة لزيارة الأهرامات. نفس السؤال البايخ اللي كان بيجينا في الامتحانات، ماشي. خلي بالك ممكن لأي سبب من الأسباب النموذج اللغوي ما فهمكش، فوضح له. يعني مش لازم اللي هو يدولك أول حاجة تقف عليه، هو أنا بدأ يعمل هو حوار بين فلان وفلان والحاجات دي كلها. تمام، قال لك السيناريو موجود فين، الكاركتر فين، الفيديو فين، بدأ يعمل حوار اهو، ماشي. طيب ممكن تبدأ بقى تعمل سيليكت لكل دوت الديالوج دوت. تمام، ونروح هنا، هو انا بيجيب لي فيديو بيشرح لي ازاي تعمل حاجه زي كده. طيب ممكن بيقول لك بقى شكل الفيديو انت عايزه فيرتيكال ولا هوريزونتال ولا سكوير. طيب انا عايز ابدا بالعادي بتاع اليوتيوب، في ناس تانية بتفضل اللي هو انستجرام وتيك توك والحاجات دي كلها. طيب بيقول لي انت عايز لايف فيديو، اقول له انا عايز انيميشن فيديو زي ما انت عايز. انا بقول لك اللي انا ناوي اعمله، بس انت ممكن تغير زي ما انت عايز بيزنس ولا تمام. بيقول لك التايتل، اقول له كرييت. تمام، بدأ هو يعمل الحاجات دي كلها. كان المفروض اقول له لا انا عايز انا انشئ بس بسيطة، خلاص دوست انا اهو ايه على الحاجات اللي مش عايزها. هاجي هنا بقى واقول له بيست، هو يبدأ يقسم الكلام بتاعنا والسيناريوهات يبدأ يقسمها بالشكل دوت. تمام، ممكن تشيل كلمة احمد، او حتى ممكن تقول له هو يبقى يشيل كلمة احمد في الديالوج. يعني ممكن تقول له شات جي بي تي اكتبها من غير الكلام ده كله، ماشي اهو. طيب هنا هتبدأ بقى تكتب مثلا الاهرامات بيراميدز، ماشي. طيب هقول له انيميت فيديو، هقول له السورس ايمج ولا فيديو، انا عايز الاثنين. تمام، هلغي ديت، هو دي التوضيح للصوره اللي كانت موجوده. تمام، ممكن تقول له كلير اول لو انت عايز تمسح كله، سيمبل فيديو. تمام، طيب خلينا نقول له نيكست. هو بيقول لي ان هو بيقول لي اشرح هنا بيراميدز، ماشي نيكست. بيقول لي اختار الديزاين اللي انت عايزه، اخترت مثلا الديزاين ده. طبعا انت ممكن لقيت الكلام بتاع احمد تروح جايب احمد، الكلام بتاع شخص تاني تجيب شخص تاني، بحيث ايه يبقى الكلام ماشي مع الفيديو. في شوية تعديلات هنعملها على الفيديو، يعني مش معنى ان هو اداني فيديو ان انا موافق عليه، لا انا من حقي ان انا اعترض، خلقت لو اعترض حاجات كده يعني، ماشي. فهدينا هو الكلام وموجود مع الصوت وموجود مع كل حاجة احنا هنظبطها، ماشي. هو بيكلم مع سارة، طيب هي سارة اهيت. فانت ممكن بقى تحط بقى ايه، تغير شخصيات، هنشوفها هيغيرها ازاي.
هنا كل مرة تيجي بقى تختار انت عايز اي صوت، ممكن تسجل انت بصوتك ريكورد فويس اوفر او اد ستيف فويس انجلش في ميل، لو في ميل في كذا واحدة ممكن تبدأ اسمعها. ممكن تقول له لا انا عايز مثلا ميل. طيب هتقول له جنرال فويس. طيب بعد كده الميوزك، بيقول لك دي المزيكا اللي موجودة، تقدر تغير المزيكا لو انت حابب. انا بحب ان انا الغي المزيكا خالص او اخليها هادية خالص. طيب بعد كده ممكن تعمل للشخصية دي تقول له انا عايز اغير الاكشن بتاعتها. بص في اكشن كتيرة، انت عايز سارة تعمل ايه؟ كل الحاجات دي تقدر انت تختار سارة هتعمل ايه. انا حركة اللي سارة تقعد تتكلم، تقف زي ما انت عايز، مثلا بتتكلم في التليفون. طيب سارة برضو خلينا مع سارة، تقول له ايه انا عايز اغير سارة دي اغيرها لأي شخص تاني. عندك شخصيات كتيرة تمام، العلامة دي يعني بفلوس فيعني تجنبها دلوقتي. انا هختار مثلا دوت. عايز تغير خلفية دوس على الخلفية وقول له change background، هيغير لك الخلفية بقى اللي انت عايزها. تعالى نكتب مثلا بيراميدز. زي ما انت شايف في خلفيات كتيرة جدا، فاحنا ممكن نختار الخلفية اللي احنا عايزينها بالشكل دوت. ممكن تختار بقى الكلر اللي انت عايزه. التدرج اللوني اللي انت عايزه. طيب ممكن تقول له ريسيت كلر فيجيبها لك بالشكل دوت. فاحنا شوفنا ازاي نغير في الشخصية وازاي نغير في الخلفية، ازاي تعلي الوقت، تظبط الوقت زي ما انت عايز. ممكن تقول له الغي لي التكست ما يخلوش يظهر. فانت شايف انت بقى المفروض بتمشي مع الكلام وتبدأ تتأكد من ان الشكل بتاع الفيديو متناسق مع التكست الموجود. طيب خلصنا، هتقول له بابلش وتبدأ بقى تشوف التايتل اللي انت عايزه والسايز اللي انت عايزه والتايب اللي انت عايزه. هيبدأ الفيديو يشتغل معاك وتقدر تعمله داونلود. لكن لو الفيديو طويل او لو انت عملت فيديوهات كتير قبل كده هيقولك لازم تشترك تعمل ابجريد عشان تقدر ان انت تحمل. ده الموقع اللي هو steve.ai.